صبح الجيل وكل جيل، ورجعنا تاني مع بعض. واحنا النهارده مكملين في ماد ماكس. ناس كتير الحمد لله بتحبها، واحنا مكملين فيها وهننزل منها فيديوهات كتيره. والفتره اللي جايه دي احنا هيبقى تركيزنا كله على هيفي رين وماد ماكس، وهنحاول ندخل معاهم كمان بيوند تو سولز. هيبقى هما التركيز على الثلاث العاب دول بس لغايه ما نخلصهم ان شاء الله. حاجات بقى خفيفه في النص كده، فيفا، دبليو دبليو اي. قبل ما نبدا الفيديو انا حابب اعتذر لكل الناس اللي هتتفرج على الفيديو ده، لان انا نوب فشخ في ماد ماكس. بقعد اتفرج على الفيديوهات بتاعتي اللي نزلتها لماد ماكس قبل كده وبعرف. ف هنبقى كويسين واحده واحده مع بعض يا جماعه، استحملوني في الاول. هتودك في ماد ماكس وهبقى فرتكه. بس يلا بينا نكمل ماد ماكس. يلا بينا. جاي لك يا عم. صدعنا. Wish I had no use for the likes of you, but as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? Help us establish some necessities, and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look, but no promises. انا المفروض اعمل يلف لف في المكان هنا كده اشوف. شفت النزول ده يا بيبي؟ دخول مفاجئ. انت بتعرج؟ انت لسه بتتني قدام البيت دلوقتي؟ تمام. خدوا مني انا حاجه بقى. وريني يا ابني. Recall our companion saints. The dinky D. Do you think he made it out of the inferno that was once? حد عنده احساس ان الراجل ده هيغدر بينا في الاخر؟ Burnt to crisp. Or food for somebody. No, no, I think he made it out. Yeah, he's got a survival instinct, that little one, huh? Yeah, I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. كلب مات يا حرام، أكيد مات في في الانفجار ده. Carry tools, jump out and bring the dog and... Ooh! Ooh! طب أنا هعمل كده لوحدي ولا هيجي معايا؟ طيب احنا هنرجع للمخبأ القديم بتاعنا عشان نجيب الكلب. بص انا فشخت العربيه. عرفنا حكايه البالونز دي لوحدنا على فكره. Spot their prey. Show me one. عايزين نختار أقرب واحدة. هنروح بقى للبالونة دي اللي بتطلعنا فوق عشان نستكشف المكان. العربية دي فيها أي حاجة تتعمل؟ في حد تاني؟ تمام تمام احنا شباب؟ في حاجة بتحصل؟ ده سنايبر ولا حاجة؟ اه ده سنايبر. استنى يا عم انا لسه عملت حاجة. روق روق. مين تاني؟
مين تاني بيضرب عليا؟ اوه لا لا، طب نجري بقى. يا جدعان سيبكم مني شوية، انت تدور هنا ولا فاكس؟ لا مش فاكس، ده في هنا سنايبر. طلعوا ازاي من الصرمة ده؟ ايه ده؟ محمد ربي؟ استنى يا اسطى خلاص. ايوه ده اخلاقك اخلاق فرسان والله. علشان انت غبي. ننزل عشان تقريبا حد بسنايبر قفشني، معرفش منين بس حد بسنايبر قفشني. العربية راحت فين؟ انا عرفت منين اللي قفشني بسنايبر، انا لمحته هناك. طب اركب بقى صبحي وقت السنايبر. استنى يا ابني، ريست ان بيس، جيبتك في كيس. انا شايف البالونه هناك، هي هتتخبى مني قبل ما اوصل. وصلنا وصلنا. شوف السلم اهو. اوه ده مرعب. نلم بس الحاجه الاول عشان ما يبقاش كده المشوار ده على الفاضي. ايه، ما انا عملت كده في فيديو قبل كده واكلت اكل الكلب عادي. مش قاعه خالص. هتعمل لي ابن ناس؟ انت شغال ولا ايه؟ هي الجنريترز دي بيبقى دورها ايه في الحياه؟ انا مش عارف بصراحه، بس ادينا ركبنا البالونه. اطلع يا اسطى. ستريز الوايرز، فين الوايرز؟ احنا ننزل بقى. عروق لي بقى وعرفنا. بصراحة مش عارف. عندك أي اقتراح يا مستر اسمه إيه؟ أنا أظن إن احنا لازم نقطع التلات حبال دي. بس نقطعها إزاي؟ هذا هو السؤال. تعالى كده نجرب نركب العربية ونخش فيهم. نايس. ايه يا اسطى؟ نزلت دلوقتي؟ ثواني بس اكسر عيبتك الاول. عشان انت عيلة مصارمة. وانا لو قربت منه ده اتحرق. مفيش داعي نقرب اصلا بالنار، مش لازم نجرب. الواد اللي مات ده راح فين؟ خلاص. هذا الحل تقريبا الوحيد بسنايبر دلوقتي.
ما تقف يا عربية يا جزمة. تمام، ناقص واحد. قمة الذل اللي انا بعمله في نفسي ده والله العظيم. انا متأكد ان في طريقة اسهل كثير من اللي احنا بنعمله ده، بس دي الطريقة اللي تفتقت الى ذهني. يا باي، ايوه كده، بس كده كده احنا تمام يا جماعة. اظن كده البالون كده هيقدر يطير. كل ده عشان اطير البالون اللي هشوف بيه الناس، اما لما اروح للناس هعمل معاهم ايه؟ يا نهار اسود. ماشي اوكي، طير بقى، اظن لازم تطير. ايوه كده، انا ضف لكم في داهية لو مطر. نطلع لغاية فين بقى ونبص على ايه؟ يعني افيدونا افادكم الله. كده كفاية؟ ماشي. تمام. تمام. هو في حد جالي ولا ايه؟ في سنايبر هنا. تمام، ده في مين؟ طيب عشان انا عايز اروح ده اقرب واحد ليا. على فكره ده اللي احنا كنا فيه تقريبا. اهو دي الحاجات اللي احنا شفناها على الماب، بما اننا شفناها في الماب اتحددت لنا. ايه بقى كل اللي على الماب ده؟ احنا مبدئيا نروح كده، نروح هنا نجرب اقرب واحده، نروح ونشوف احنا المفروض نعمل ايه، عشان انا بصراحه مش فاهم. If we're gonna build this jack, we'll make the Lala the threat. Stock up on scrap. Good plan. We should venture to the south, I think. We're still as hard as break. We'll see. خلينا في حالنا يا جماعه. هما الاثنين مش هيسيبونا في حالنا. نايس وان يا صبحي. في واحد سنايبر كمان، الله يخرب بيوتو. انا مت ازاي؟ السنايبر قتلني؟ يا رب فك كوبي يا رب. كم بلوتد؟ اوكي. لا لا كده تمام، كده خلصنا من حاجة. السنايبر خلص. تعالى قتلنا واحد فوق كمان في الطور. طيب فتحنا الباب اظن. هو ده اللي خرب الدنيا. نايس، طب ما الدنيا سهلة، أمال أنا بتغلب ليه؟ معلش. هو مين اللي بيصرخ كده؟ طب أنا جايلكوا، أنا جايلكوا، أنا جايلك، أنا عارف أنت عايز إيه. حد تاني؟
ولا انتوا الاثنين بس؟ انا هكون جيزت حاضر. اوه ده رماني بطوبة ولا ايه ده؟ مين اللي عمل كده؟ مش انا جاي لك، انا جاي لك. يا صبحي ايه ده؟ انت لسه عايش ازاي اصلا؟ يا ابن موت بكره. لا بس ايه الفينش اللي هو عمله ده؟ وانا ليه سمع صوت؟ انت بتعمل ايه يا رب؟ ايوه مسلي، تعالى تعال 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 انت غبي. تعال احنا لسه عملنا حاجة. معاك حاجة؟ ما هو مش حاجة. خليك انت معايا يا قلبي عشان انت عاملة شغل حلو معانا. طب انا عندي فكرة، استنى نجرب كده. فكرتش يا جدعان. يعني العربية دي ما بتنفجرش ليه يا جدعان؟ وريني كده، وريني يلا بقى. اوكي صح، يعني كل اللي نزل ده منها كان لازم نفجرها عشان كل ده ينزل. نلم بقى العده. ومين بيتكلم؟ مين بيتكلم يا جماعه؟ قرطاز صح؟ كله مات كده؟ كله مات كده. Just me left. انت فين يا شباب؟ انت اللي بيتهدله حاجة ينزل ده. انا عارفك. طب فين بقى الحاجة بتاعته؟ ده بيبقى ليه. حاضر. هنكسر دي حيوة ينفجر. بصوا. باي باي يا كوتش. عامل دوشة وانا الوحيد اللي فاضل. انا الوحيد اللي ما تسكت، ممكن ما اخدش بالي واسيبك. كفاية اكل كلاب بقى. كل حاجة عافية كده، كل حاجة عافية. اوكي حلو قوي كده. مظبوط ولا ايه الاخبار كده؟ ده متامنه كده يا جماعه ولا لسه؟ هي لسه العلامه عليها لسه ما اتصلتش. انا شايف ان هي كده خلاص، يعني مش هي بتتعمل فخلاص. دي احنا كده تمام خلصناها. ماشي، يعني هتفضلي على الماب ده كده. تعالوا نطلع على ده. ده شت.
انا كده جت البتاع بتاعتي. نخش نوريله الحاجه اللي احنا جبناها دي هنشوف هيقول لنا ايه. Chief may be a psycho, but I know him right. I'm getting impatient here. Let's start off. Bet you need to keep her filled with a steady diet of primo ammunition, huh? Always need ammo. Keep talking. There's something brewing out there. More boys from Gastown are tightening the noose fierce-like. I hear their leader Scrotus got his gumball sawed up by some wild deuce. This land is about to be scorched by Gastown wrath. Our weapons won't do. I need powder. Black, deadly, and smoky. That's where I come from. Listen! One of my people was taken by Thrall Rustler sometime past. He sprang himself back here, told me a prisoner there knows the recipe for black powder. Mm. You go get me this prisoner, alive and talkative, and he tells me the specs for cooking up the powder, and you're set for ammo for life. Deal حلو. حلو الديل. ماشي. فين بقى؟ There. Mark their hideout. دي بقى الميشن بتاعت ان احنا نرجع نجيب الكلب. تعالوا نحاول نعملها. نحاول. معلش. انا بعتذر تاني يا جماعه للناس اللي بتتفرج عشان انا فعلا خلصت اللعبه دي لغايه دلوقتي. بس اوعدكم ان انا يعني ده غالبا هيبقى اخر فيديو انا فيه بلص. هتودك فيها اكتر قبل ما اسوي انا اسجل فيديو بجد. اوعدكم. عارف ليه عندي رغبة ان احنا نخش نحط على الناس اللي هنا؟ لو في حد هنا. انا انتوبر فعلا. I'm going right here. انا عجباني قوي دي. طيب يلا بينا نكمل طريقنا. Thank you, stranger. You're welcome, خلاص يا عم خلاص يا عم واحد ربنا يعوض عليك. خش اللي قيمة فرتك يا حرام. كلب عايش. تعال انت كلب ابن مرزقة على فكرة. لازم نحطه فين لما افزع الكلب ده. خده جنبك بقى. احطه فين؟ هنعمل ايه في الكلب ده؟ ايه؟ تمام؟
I'm taking it back to Jeet's fortress. Meet me there. انا عايز اشوف العلامه بتاعت المروحه دي ايه عشان مجنناني بصراحه. ايوه ايه بقى؟ استنى يا عم. خد انت دي. ماشي. نتقابل هناك بقى. هركب الزغلوله دي. مبسوط ورق ابو الكلاب. جيت لك مخصوص والله يا اسطى. تدري ليش؟ وانا سايب العربية دي احسن يا جماعة. تانية جد. على شكل العيب في العربية والله. العيب في العربية. العيب في العربية. هنبني بيت للكلب هنا. عايزين ياكلوه ولا ايه؟ عاش. طيب مبدئيا كده انا اسف، انا عارف ان انتوا مش مستمتعين بباد ماكس كفايه لان انا مش بلعبها كويس. انا شايف ده وعارفه. انا هحاول افهم اللعبه اكتر وهحاول ابقى كويس فيها، وان شاء الله الفيديوهات هتبقى امتع لباد ماكس بعد كده. يعني هي لعبه حلوه جدا، هي المشكله فيا ان انا مش عارف العبها. هتحسن فيها، هنزل منها فيديوهات احسن. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام. اوه سباين بيست ده انت تريبل اتش خالص. لعبه ازازه. انا اتلم عليها لعبه ازازه يا اسطى. انت مجرم بقى.